عقد اجتماع رياضي موسع بصالة ملعب برادم بمدينة المكلا، ضم رؤساء وممثلي الأندية الرياضية وكوكبة من الرياضيين للوقوف على الوضع العام بعد عامين من الجهود وركود الرياضة في المحافظة نتيجة لقرار الذي أصدر بإقالة اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت. وخلال الاجتماع تم تشكيل اتحاد جديد يضم أعضاء من الاتحاد المنتخب والاتحاد الجديد برئاسة الكابتن عبد الله السعدي وعضوية 8 آخرين للبدء في مرحلة رياضية جديدة من شأنها أن تعيد النشاط الرياضي في مختلف ملاعب حضرموت إلى وضعه الطبيعي. كما تم تعيين مدير أمن ساحل حضرموت العقيد مطيع المنهالي رئيسا فخريا للاتحاد بساحل حضرموت نتاجا لجهوده المبذولة في تقريب وجهات النظر لتغليب المصلحة العامة وتوحيد الكلمة، فيما ناقش الحاضرين الوضع الرياضي وأهمية تعزيز دعم الأندية والاتحادات ومناقشة خطط العمل المستقبلية لفرع اتحاد كرة القدم وضرورة التكاتف والتعاون والعمل تحت مظلة واحدة لحفظ الشباب من الوقوع في العادات السيئة التي تضر بصحتهم وتدمر مجتمعهم. احنا كنا احد الساعيين كثير وتجاوزنا كثير من المراحل وكثير من المصاعب من اجل ان يمتلي هذا الملعب وغيره من الملاعب الانشطه الرياضيه. احنا عندنا حضرموت فوق الجميع، من اي رياضه حضرموت احنا نقول ونكرر نعم لعوده الانشطه الرياضيه. وهذه الخطوه قاموا بها كثير من الشباب واحنا كنا داعمين من ضمن الداعمين. ورياضه حضرموت بخير في وجود هذه الكوكبه الطيبه في اتحاد كره وفي مكتب الشباب والرياضه والخيرين والاعلاميين ايضا لا ننساهم، هم الرافد الكبير لعودة النشاط الرياضي لهذه المحافظة ولشبابها. نبارك ميلاد جديد للكرة الحضرمية بعد إعادة التوافق على أعضاء فرع اتحاد كرة القدم ساحل حضرموت بعد المعاناة التي مرينا بها لأكثر من عامين من خلال توقف النشاط الرياضي. طبعا خلال الفترة القادمة سيتم تدشين العديد من الأنشطة الرياضية على رأسها طبعا بطولة كأس حضرموت، أيضا بطولات الناشئين الفئات العمرية والدورات التدريبية للمدربين والحكام.